السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد بورتال اسد. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد الاستخارة ان شاء الله هعطيكم الطريقة اللي طلبتوها مني لعلاج السحر بفضل الله تعالى. بعد الاستخارة راح اعطيها لكم في هذا الفيديو وطبقوها باذن الله تعالى، راح ينتهي هذا السحر اللي عندكم. نبدأ في الاستخارة لمواليد برد الأسد فضلا وليس أمرا أحبابي في الله. ادعموا الفيديو باللايك، وكنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سورة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. سورة سبأ يا مواليد برد الأسد، اللهم صل على سيدنا محمد. برد الأسد، أنا شايف إن عندك خبر حلو، عندك خبر حلو هيجي لك بإذن الله تعالى، بس انا شايف ان في مشكله انت وقعت فيها وبتحاول تعافر تطلع منها يا برد الاسد. بس انت طيب جدا يا برد الاسد، شايف ان انت في كل الصفات الحلوه، بس انا شايف المشكله اللي عندك دي اللي بتعاني منها. انا شايف عندك التسرع، بتتسرع، لكن المشكله هذا مسيطر عليك شويه، بتعاني منها مع انه قلبك طيب يا مواليد برد الاسد. شايف ان انت دايما منفعل، دايما عصبي، دايما بتتسرع، يعني شايف ان انت بتاخد قرارات ساعات وقت بتكون غلط، بتاخد قرارات خطأ. بس انا عايزك تكون حكيم، عايزك تفكر كويس جدا قبل ما تاخد اي قرار علشان ما تندمش، علشان انا عارف ان قلبك طيب فبلاش تاخذ القرارات من قلبك. شايف ان انت هنا بتعاني من صدمة، بتعاني من كسرة، بتعاني من ظلم وقع عليك. يعني أنا شايف إن عندك حصل مواجهة بينك وما بين زوجك، أو ما بينك وما بين زوجتك، أو ما بينك وما بين حبيبك. في حصل مواجهة ما بينكم، شايف إن في حصلت مواجهة عندكم. أنا شايف إن أنتوا يعني ضررتوا شوية من هذا المواجهة، بس أنت بدأت تعلن إن أنت تاخذ حقك وتتغير، ومش هتسيب حقك لحد. شايفك ان انت ابتدأت تتغير يا برد الاسد، وشايف ان انت هتأخذ حقك، وبتقول مش هسكت هاخذ حقي. بس انا عايزك ترتاح وتهدى شوية، لانك هتأخذ حقك وهتحط النقط على الحروف بإذن الله. انا شايف ان كل حاجة هتحطها في مكانها وهتطلع من الغمة او من الضيق او من كسرة القلب اللي انت فيه، راح تطلع منها. بس اطلع من التوتر والحيرة اللي انت فيها. انا شايف ان انت مش قادر تنام الليل، يعني وبتسأل نفسك هل ترى انك هتفضل في هذا الحيرة ولا مسيرها هتتحل. شايفك عمال تفكر وتسأل نفسك. شايف برضو ان انت هنا يا برد الاسد مظلوم، شايف نفسك مظلوم ما بين الناس، ان في ناس ظلمتك، في ناس كسرتك، والله اعلم. بس انا شايف عندك حد ظلمك، او حد اكل حقك، او حد افترى عليك. انا شايف ان انت مظلوم من حد، انا شايف دموعك بتنزل منك، شايف ان انت شفت حاجات من اقرب الناس ليك، فانا شايف برضو دموعك عمالة تنزل لانهم ظلموك او غدروا بيك. يعني ناس كتيرة عملت ليك حاجات وحشة مع انك انت قدمت لهم الخير وعملت معاهم الصح او ساعدتهم، لكن هم ما قدموا لك الاذى. انا شايف برضو في ناس من اقرب الناس ليك، يعني الناس دول ان اقرب المليك بيسمعوا من الناس، ممكن نقول الشريك او احد من اهل اسرتك بيسمع من الناس كلام عنك وهو ليست فيك هذا الكلام، بيقول عليك كلام يعني مش كويس، فحد بيسمعه من اهل بيتك، ممكن تقول حبيبك او زوجتك. بسم الله الكاشف فضلا وليس امرا احبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك. انا شايف هنا عندك بومتين او عندك عقربتين او ثعبانين، لان انا شايف وراهم ندمة خماسية. شايف من ورا هذا الستين، شايف ندمة خماسية، شايف هاي الندمة من ورا الستتين العقربتين، شايف وراهم ندمة خماسية، والندمة الخماسية تؤثر به وتعلم به السحر. فانا شايف ان اسد عندك برد، عندك السحر هو اللي عامل لك العراقيل، اللي دايما مخليك فيها الخنقة، فيها الاكتئاب، وهو اللي حصل ما بينكم بالانفصال.
او حصل معكم، حاصل معكم طبعا بالتعطيل لانه مؤثر عليكم، لان السحر من خدامه تتلبس الدسد وتعشق الدسد، فممكن تعمل معك تعطيل في الزواج، تعمل معك نفور، تعمل مشاكل بدون سبب ما بين المتزوجين. وكل شيء واحد يأخذ القراءة اللي تطابق عليه أخواتي في الله، لأن أنا شايف السحر عامل مع كثير منكم تعطيل وخنقة وضيق وتعب وألم في العمود الفقري وألم في الرقبة والمعدة، وعندك توهان على طول حاسس بالتوهة إن شاء الله. في آخر الفيديو راح أعطيك العلاج لهذا السحر. شايف هنا شايف في نار ما بينك وما بين أهلك، مش عارف السبب. أنا شايف يا برج الأسد إن عندك حصل إضغاط أكتر من مرة، يعني أنا شايف إن في إضغاط حصل، يعني أو حصل عندك تفريق ما بينك وما بين زوجك، أو ما بينك وما بين زوجتك، أو ما بينك وما بين حبيبك أو خطيبك، حصل انفصال. لأن شايف السحر مؤثر، وشايف برضه في عين وحسد، شايف في عين وحسد، وإنهم حاسدونك على ضحكتك، لأنك عندك قلبك طيب، مش بتتكبر على حد، ولا مش بتأذي حد، لكن في ناس كثيرة مش بتحبك تكون أحسن منهم. شايف عندكم برضه ألم في المفاصل، ألم في الركبة، ألم في القولون العصبي، شايف برضه عندك حاجات كثيرة. شايف ان هنا في اعاده لدكتور، او ناوي تعمل عمليه، او احد من اهل بيتك راح يعمل اشياء من العمليات، لان شايف في زياره عند دكتور. ان شاء الله يكون في خير وفي شفاء بفضل ربنا سبحانه وتعالى. شايف هنا ان انت ضحيت كثير، تعبت كثير، ولحدك الان بتضحي. شايف لحدك الان بتضحي، شايف لحدك الان يا ابو الحسن ان انت بتضحي. يعني شايف هنا في ناس ما تستاهلش ان انت تضحي عشانها وتاخذ من طاقتها السلبيه. انا شايف ان انت هنا ضحيت كثير لناس ما تستاهلش انك تعمل، بس انت عملت لله، قلت انا بعمل لله مش لهذا الناس. شايف عندك هنا برضه بسم الله الكاشف، شايف ان الظلم اللي وقع عليك من الشخص ان انت بعدت عنه، ان انت بعدت عنه، شايفك ان انت بتدعي عليه مش مسامحه بالظلم اللي ظلمه لك، بس في ان شاء الله في موده من الناس هتبدا معاك بتودهم، هيودوك بفضل الله تعالى. وشايف ان انت تحط النقط على الحروف وهتمشي في الطريق الصحيح، وهتحسب حياتك وحاجاتك كلها اللي في حياتك راح تحسبها صح. شايف برضه هنا ان انت هيكون عندك، اللهم صل على سيدنا محمد، قاعده، شايف قاعده هتكون ما بينك وما بين الشريك او مع اهل الشريك. شايف برضه هيكون في قاعده او مع الاهل، يعني شوف ان انت هيكون عندك عندك مشاكل مع مين، وهيكون في قاعده ما بينكم فيها حل وتفاوض بفضل الله تعالى، وفيها صلح باذن الله في جلسه القعده او المقابله. شايف هنا يا برج الاسد بسم الله الكاشف، يعني شايف عندك في المواجهه وعندك العتاب، قلنا ما بينك وما بينهم. بص هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، شايف ان انت حصل عندك سرقه في قلب بيتك، حصل عندك سرقة في بيتك بسم الله الكاشف. يعني حاول الفترة الجاية تكون هادي، تكون حكيم في تصرفاتك، يعني وخلي بالك من الستات اللي قلت لك عليهم اللي قريبين منك، اللي قريبين منك خلي بالك منهم، هاي العقربتين او البومتين او السبناتين خلي بالك منهم، لانهم اللي عاملين لك بطاقة السحر، والسحر بيتجدد، السحر بيتجدد. لان شايف هنا بس يا برج الاسد، شايف ان انت ناوي تنقل من المكان اللي انت فيه او تفارق المكان اللي انت فيه. شايف هنا بس خلي بالك الشريك، انا شايف في علاقة سالسة يا برج الاسد، الشريك في علاقة سالسة، في شيطانة من الشيطانتين اللي قلت لك عليهم. شايف في وحدة بتلف على الشريك، لانها شايف في مراقبة من بعيد، في شخص بيراقبك او شخص بيراقبك من بعيد، لانها شايف مراقبة، او شايف ان انت هنا بتسأل نفسك في شخص هل هو بيفكر فيك او نسيك. شايفك بتعيد حساباتك في شخص بتفكر فيه، هل هو نسيك او فاكرك او تركك، لكن هو مش نسيك وبيفكر فيك، هو الشخص اللي بتفكر فيه ورد الاسد، هو فاكرك وبيفكر فيك وعايز يتواصل ليك، بس منتظرك انت، خايف فمنتظرك انت انك تتواصل معه.
شايف هنا في حد ظلمك، حد اتكلم عليك بالباطل او افترى عليك، في ناس برضو مش سايباك في حالك خالص، في ناس كثيرة مش سايباك في حالك يا ورد الأسد، ناس كثيرة مش سايباك في حالك خالص. طيب بسم الله الكاشف، بس في تبشيرة حلوة، التبشيرة في بشرى حلوة، يعني انتوا بقالكم فترة بتفكروا او مستنيين الفترة دي او مستنيين البشرة دي بقدر المستطاع، لان شايف ان في بشرى حلوة، يعني شايف في حاجة حلوة، يعني شايف هنا هتختبروا حد او في اختبار هتختبروه، انا شايف في اختبار هتختبروا شخص معاكم او هتختبروا حد. شايف برضو الزعل اللي جوه قلبكم، او بمعنى صح الحاجة اللي دايما انتوا بتظهروه عكسها، يعني لو في حزن تظهروا ان انتم مبسوطين وعشرة على عشرة، ورغم ان ده غلط غلط، لان الحسد الشديد بيأثر عليكم، الحسد الشديد بيأثر عليكم. بسم الله الكاشف، يعني شايف هنا الطاقة اللي كانت دايما متركزة معاكم دي راح تنتهي بإذن الله، الطاقة السلبية كلها راح تنتهي، بس انا شايف برضه هنا انتم محتارين، شايف عندكم حيرة في شخصين، او مضغوطين او محتارين، يعني مش عارف ان انتوا باين عليكم مش عارفين تبدأوا ازاي او تعدوا المرحلة دي او تطلعوا منها، لان شايف مضغوطين في ضغط عندكم، شايف فيه ضغط، يعني نقول مضغوطين او محتارين من هذا الشخص، لكن شايف الامور بإذن الله هتتراوح او تراوح في مكانه، وقريبا هتشعر بإذن الله بالسعادة، لأن قلبك طيب جدا يا برد الأسد، أما لأن يعني بهدوء هتلاقي الدنيا بدأت معاك في، شايف تغيرات قادمة هتدق بابك، شايف إن بدايات عاطفية، وشايف برضو أمور جديدة وتخلص من العلاقة السلبية اللي هي السلسلة بإذن الله تعالى والله أعلم. شايف برضو هنا خروج ناس من حياتك، تقبل التغير وخذ خطوة جادة، خذ خطوة جادة، وشايف هنا لديك أخبار جميلة يعني تتعلق بعمل جديد، شايف عندك برضو اختبار هتمر بيه وبتكون كدها بإذن الله تعالى، وتعدي منه على خير إن شاء الله. صلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. شايف هنا شخص، بس الشخص ده مش من بردك، مفتقدك الأيام دي، وشايف برضو انقباض قلبك دليل على انه بيفكر فيك، دليل على انه بيفكر فيك الشخص اللي قلت لك عليه، اللي انت حاسس انه عمال تسأل نفسك هو بيفكر فيك ولا لا، هو بيحبك ولا نسيك. شايف برضو هنا، شايف في اختلاف في الرأي، اختلاف في الرأي يعني العقل بسبب تأثير من حولك، شايف في ضغوطات، أرى إنك هنا مستمع لمن حولك الفترة دي، شايفك مستمع لمن حولك الفترة دي. شايف هنا برضو في سوء تفاهم مع الشريك سببه يعني حصل مشاكل، برضو هنا رسالتك دعوة التفاؤل وبشرة خير، وإن شاء الله هتلاقي الخير ديلك الله، ربنا أرزقنا من حيث لا نحتسب. بسم الله الكاشف، وإقرأ أخواتنا في الله، مواليد برد الأسد صورة 7 بنية الفرد إن شاء الله، وعلاج السحر أخواتنا في الله، أعطيكم علاج السحر بفضل الله تعالى، بس أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هديب المسك الطهارة، هذا المسك الأبيض مسك الطهارة أو المسك الأسود، أو المسك، أنا عندي هذا المسك الطهارة القزازة كاملة، أو المسك الأحمر هو الأسود اللي هكذا، بس تجيب كمية كبيرة، كمية كد هذا القزازة كي تقدر معاك الأسبوع كامل بإذن الله تعالى أو 15 يوم. فهنا تقرأ عليها سورة ياسين 7 مرات، سورة ياسين قلب القرآن وبإذن الله تعالى الشافية العافية، هتقرأ سورة ياسين 7 مرات اليوم لمدة 15 يوم، كل يوم تقرأ سورة ياسين على المسك 7 مرات،
كل يوم تقرأ سورة ياسين على المسك 7 مرات. هذا المسك ده خلصنا منه بالقراءة، القراءة كل يوم. أول يوم قرأت على المسك، تأتي به مقدار ماء للاستحمام كي يغذيك للاستحمام، وتأخذ من المسك هكذا مقدار هكذا، يعني ملأ الغطاء، ملأ الغطاء هذا. طبعا القراءة تكون فاتح المسك وتقرأ عليه، تضع فمك هنا وتنفس فيه 3 نفسات بعد القراءة كل مرة، كلام سليم، وتكون متوضئ ومصلي ركعتين لله بنية الشفاء. وهكذا المسك تأخذ منه مقدار ملأ الغطاء وتضع على الماء الذي تستحم به، وتضع 7 ورقات من أوراق الصدر، وتضع ملح من الخشن هكذا، كد مقدار هكذا الملح الخشن على هذا الماء الذي تستحم منه، وتركن الماء إلى نصف ساعة، وإن كان الماء ساقع فتأتي بماء دافي وتضعه عليه كي تقدر تستحم به. وقبل أذان المغرب أو بعد أذان المغرب مباشرة بقوة الواحد الأحد تستحم بهذا الماء خارج الحمام، وتأخذ الماء تلقيه خارج المنزل تحت شجرة أو في النهر، كلام سليم، تلقيه هكذا بإذن الله تعالى. بعد إن فعلت هذا بقدرة الله تعالى، هتبدأ في قراءة سورة قاف مرة واحدة يوميا، لأن قراءة كل سورة قاف هتلدم عنك وساوس وخبائث القرين، لأن العدو الأساسي ليك يا أخواتنا في الله هو القرين، هو الذي يستقبل طاقة السحر، وهو الذي يستقبل طاقة المس. فهنا القرين عندما تقرأ سورة قاف تلدمه كي لا يوهمك، كي لا يوهمك أن السحر مازال موجود، لأن في منكم كثيرا يكون شفى، لكن القرين هو الذي يفعل أفعال السحر كي يوهمك أن لسه السحر موجود. فأنت هنا تقرأ يوميا سورة قاف لمدة 5 أيام، هتلدم وساوس وخبائث القرين، وتبدأ في العلاج كما قلنا، وكل يوم تدهن الجسد قبل النوم، جسد قبل النوم بالمسك بفضل الله تعالى. واخواتنا في الله كل يوم لمدة 15 يوم مع اذكار الصباح واذكار المساء في اوقاتها باذن الله، تقراه مع صلاتك باذن الله تعالى، مع تاتي به جزازة ماء وتقرا عليها الفاتحة 41 مرة وتشرب منها مع الفطار باذن الله على الريق باذن الله تعالى، راح تشفي من السحر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة اسرار العالم الروحاني، واللي عايز يتواصل معنا الرقم قدامكم واتساب، اللي عايز يتواصل معنا في العلاج بإذن الله يتواصل وراح ترد عليه المديرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.